بونجور، اليوم حبيت ندير لكم فلوق خفيف ظريف على يوم كيفاش تجوزتو. رحت شريت شويه حوايج خاصين لاتولي، شويه كتان لي كليون تاعنا باش نوجدهم لهم. بعد ديريكتوم روحت فصلتهم وخيطهم لهم باش نوجد لهم قبل العيد. كما على بالكم لازم لا كوموند العيد توجد باش يلبسوهم ويفرحوا بها. هنايا كنت نخيط في حوايج واحد اخرين ثاني باش يديوهم ليهم، وخيطت هذه الطابليه اللي راكم تشوفوا فيها مع رمضان وذاك. شوفوا شحال كيوت بهيونه. بعد خلصت طلعت ديريكتومون درت الفطور، درت شويه حميص وشويه بطاطا كذا الشربه، الطبق الرئيسي اللي لازم يندير في كل مائده. خلصنا شربت قهوتي كاسيه ذاك البنينه ذاك اللي عجبني بزاف. بعد حبيت نقول لكم هاي عينيه كل ما تحبوش تتفاعلوا معايا.